بما اننا بقى بنتكلم عن ادب الرعب وعن الفانتازيا والقصص الخياليه، كان لازم نتكلم كمان عن اشهر سلسله روايات خياليه، وهي سلسله ما وراء الطبيعه للكاتب الاستاذ احمد خالد توفيق. تعالوا نشوف مع بعض التقرير اللي عملناه ونتكلم شويه عن فكره ادب الرعب، ونرجع لحضراتكم طبعا وللكاتب اللي منورنا النهارده الاستاذ محمد عصمت مره ثانيه. اتفضل. بالتزامن مع معرض الكتاب المقام في الوقت الحالي في التجمع الخامس، موجود عدد كبير من الكتب للمؤلفين الراحلين زي نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم من اللي ربوا بكتبهم أجيال، رسموا فكر أجيال كتير. ويحكى أن بيستعرض النهاردة سلسلة من أهم السلاسل، وهي ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق. جزء كبير من طفولة جيل التسعينات وشباب الثمانينات بدأ مع سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق، واللي بدأ فيها سنة 1993 وحتى سنة 2014، كتب فيهم حوالي 80 عدد. 80 عدد عاش معاهم آلاف الشباب، وكلهم عاشوا مع رفعت إسماعيل بطل السلسلة وحواديته ومغامراته مع المومياوات. وبالرغم من أن القصة خيالية والشخصيات خيالية، إلا أن خيال معظم الشباب كان مرتبط بالشخصيات. فمين فينا ما سابش مذكراته وكمل حواديت ما وراء الطبيعة في عالم مليان بالقصص والرعب واللي كان جديد على الشباب في الوقت ده؟ وبالرغم من إن ما وراء الطبيعة خلصت سنة 2014، إلا إننا في 2021 لسه بنقراها. وحتى اللي ما قراش شاف العمل اللي تحول لمسلسل السنة اللي فاتت، وقام ببطولته أحمد أمين وحقق نجاح كبير جداً. وبالرغم من النجاح الكبير لمسلسل ما وراء الطبيعة، إلا أن نجاح أحمد خالد توفيق لم يتوقف عند السلسلة، بل بعدها قدم العديد من النجاحات من خلال سلاسل أخرى زي فانتازيا، أو حتى الروايات اللي حققت نجاح كبير جداً وترجمت بعدة لغات مختلفة زي رواية يوتوبيا، وغيرها كتير من الروايات والقصص لأحمد خالد توفيق اللي شكلت فكر ووجدان جيل كامل من الشباب.